اللجنة الوطنية للاستئناف اجتمعت اليوم لنظر في استئناف هيئة الملعب التونسي بخصوص قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللعب دون حضور جمهور. نهار لحدد النجم الساحلي في أولمبي المنزة على دور نصف نهائي للكأس. حسن بجار عضو اللجنة يتحدث عن قرار لجنة الاستئناف. قرار هو نقص قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم فلت عقوبة اللعب بدون حضور جمهور على اعتبار أنه جمعية الملعب التونسي تمسكت بدفعات شكلية وأخرى جوهرية. بين الدفعات الشكلية تمسكت وأنه القرار اللي وقع اتخاذه جاء فيه مخالفة صريحة لأحكام الفصل 38-83 من النظام الداخلي باعتبار أن النص فرض على لجان التأديب النظر في العقوبات التأديبية اللي طلت على الجمعيات وعلى اللاعبين بأجل أقصاه 5 أيام وبصفة استعجالية وتمسكت أن هذا الإجراء هو مخالف للنظام العام وترتب عن ضرر للجمعية التي قامت بالتمسك بهذا الإجراء وهي جمعية ملعب التونسي تاعنا. وأنه هذا بالنظر إلى جملة الوقائع ومظرفة الملف تضح وأنه هذه العقوبة طلقت بعد تاريخ 36 يوم من تاريخ وقوعها في تقريبا 13 ماي في مقابلة الملعب التونسي وجريدة توزر باعتبار أنه وقع اتخاذها بعد 36 يوم وتبقى للفصل 14 مجلس مرافعة المدينة التجارية الذي خول لكل جمعية تاعنا أو لكل فريق يطعن أو لكل من تضرر من أي طرف من أطراف القضية أن يتمسك بهذا البطلان إذا نشأ له ضرر. اعتبر جمعية الملعب التونسي قد حصل على هذا الضرر من حرمانها من حضور جمهورها خلال مقابلة نصف نهائي للكأس وباعتبار أنه الأجل اللي حد المشرع هو أجل استنهاضي استحفاذي لاتخاذ القرار في أوانه ودون تأخير في ظرف 5 أيام وأن هذا القرار لما وقع التأخير فيه بطريقة ملحوظة ونشأ عنها ضرر 36 يوم من تاريخ حدوثه فأنا اعتبر هذا شيء مخالفة لأهم أحد الإجراءات التي نشأ عنها ضرر وطبعا تمسكت به جمعية الملعب التونسي فإنه هذا القرار أصبح مخالف للإجراءات الأساسية وهو حري بالبطلان. لذا وقع نقض هذا القرار واتخاذ قرار بإلغاء العقوبة ويصبح الدور النصف النهائي بحضور الجمهور الرسمي. إذن دور نصف النهائي بين الملعب التونسي ونجم الرياضي الساحلي نهار لحد 14 في أولمبي المنزة بحضور الجمهور 2500 تذكرة على ذمة جمهور الملعب التونسي.